نفسي احاور عالميا محمد صلاح جدا، محليا نفسي احاور كابتن محمود الخطيب، و هو محليا تحديدا يعني كابتن محمود الخطيب، وعالميا غير محمد صلاح كمان انا نفسي احاور كريستيانو رونالدو وإيدن هازارد. حراسة المرمى احمد الشناوي، في الدفاع المساكين الونش ومحمد كوفي، ناحية اليمين هختار نيمار لانه هيدي حلول هجومية كتيرة، هو ما قدمش يعني دور كبير قوي السنة دي، لعب فترات قليلة في نص التاني من الموسم، لكن انا كنت شايف ان نيمار مع وقت ممكن يبقى مفيد جدا هجوميا للزمالك كباك. محمد عبد الشافي ناحية الشمال. نص الملعب هختار اتنين، طارق حامد وامام عاشور، قدامهم محمد ابراهيم، على الطرفين شيكابالا وزيزو، وفي الهجوم باسم مرسي. انت احب ابقى مدرس بشكل عام، انا بحب جدا الشرح وبحب جدا ان انا اشوف اللي قدامي ما كانش فاهم، وبعد ما ابذل مجهود الاقيه وعينيه نورت كده، فبالنسبه لي الشرح ده حاجه مهمه جدا، وبالتالي اعتقد ان كنت ممكن ابقى مدرس، ولو مدرس ايه فمدرس لغه عربيه، بحب اللغه العربيه جدا وبحب جدا قواعدها، وبحب جدا اللسان لما بيتعود عليها وبيعرف امتى يرفع وامتى ينصب وامتى يجر، فمدرس لغه عربيه. إن العلم طريقه طويل، إن طبعا ناصبة من أخوات إن يعني، وفي محل نصب ماشي. العلم اسم إن منصوب بالفتحة، طريقه لوحدها هي مبتدأ لجملة اسمية مرفوعة بالضمة، طويل هي خبر، والهاء طبعا ضمير متصل في محل جر. لا ما فكرتش اخوض تجربة التعليق قبل كده، زي ما انت قلت كانت ليه تجربة بسبب الصدفة، يعني احنا لازم المذيع يبقى عامل حسابه انه ممكن في يوم من الايام يبقى معلق مضطرا، فانا كنت ساعتها رايح انا والمعلق كل واحد بيوصل بعربيته، انا عربية الاذاعة وهو رايح بعربيته، اعتقد كانت مباراة في المنصورة، وهو اتأخر بسبب الطريق كان صعب جدا، فانا وصلت والماتش هيبدأ، انا المذيع اللي هينقل له الميكروفون، المعلق نفسه ما جاش، فانا قلت الميكروفون لنفسي وعلقت على مباراه كاس مصر ما بين فريقين ممتاز به، فما كنتش عارف بسهوله خالص اشكال اللعيبه، التشكيلات بس هي اللي معايا، فكنت عمال اعلق لحد ما المعلق وصل للشوط الثاني. هل انا نفسي او اهوى او احاول او اسعى ان ابقى معلق؟ لا. مارادونا الكاميرا جايه عليه بعد دقائق من هدف تاريخي سجله، هيفضل التاريخ يذكره، هدف سجله بايديه. انجلترا بتحاول ترجع للمباراة، لكن يا ترى الصفارة هتروح لمين بعد نهاية المباراة؟ كرة في نص الملعب مع منتخب الأرجنتين، محاولات لتسجيل هدف تاني لقتل المباراة، مارادونا مراوغات معتادة في نص ملعب حلوة قوي، انطلاقة سريعة من ناحية اليمين، يا ولد يرقص الأول والتاني والتالت وستيفنز وشيلتون كمان يقع، ويا نهار أبيض على الحلاوة، يا نهار ابيض على الحلاوه، مارادونا يقتل المباراه. لسه بنتكلم حالا، مارادونا بيقول لكم زعلانين ان انا جبت جول بايديا، اديني جبت جول هينسيكم الجول اللي جبته بايديا، الاول يرقصه ياخدها من انريكي والتاني هيكتور انريكي ويرتال، يا نهار ابيض، بص اخر واحد ده خاف يعمل انذار تاني، ياخد انذار تاني وبينالتي، يا ريته عمل بينالتي، الجول ده هيفضل في تاريخ انجلترا طول العمر، ان واحد يرقص من نص ملعبه لحد ما يدخل السكس يارد بتاعت المنافس، وفي كاس عالم مارادونا اسطورة حقيقية في الملاعب، والمرة دي في المكسيك بينثر سحره، وهدف تاريخي انا اسميه هدف القرن، اعتقد هيفضلوا يقولوا عليه هدف القرن طول عمرهم بعد ما انا قلتها دلوقتي.